أزمة الزلزال اللي مرقنا فيها أثرت علينا نفسياً ومعنوياً؟ هلا أكيد أول كم نهار صار يعني شوي هيك ضغط نفسية وحالة نفسية تعبانة وهيك، بس بعدين الحمد لله يعني هو بس أول مرة، وثاني مرة الحمد لله صار يمشي الوضع تمام. طبعاً صار فائض تعليمي وصار يعني تعب نفسي، إنه ما بقى نقدر نفسيتنا ما بقى تقدر تتحمل شيء، وعلى خوف وما خوف، وعلى دا يصير هزة وما هزة. وقدرنا مع معهدنا انه نتجاوز هدول الفائض، وجزأوا لنا هو وبسطوا لنا اياه بابسط ما بابسط ممكن، مشان نقدر انه نعوض كل شيء راح علينا ونكون اقوى وشجعونا اكثر. اول شيء تعبنا شوي وصار شوي في خوف، بس بعدين الحمد لله بعد اسبوع اسبوعين الحمد لله مشي الحال وتجاوزنا هالقصة كلياتها، والحمد لله كل ما انا عم نقدر ننسى اكثر. هلا هو صار معنا فاقد تعليمي، بس هو كان كثير صغير فنحن قدرنا انه نتلافى بعدين. قصينا الصدمه. ايوه نتلافى بعدين. وقت صار فتره الزلزال وهيك كثير انضغطنا بالدراسه وما عاد نقدر ندرس بتركيز مثل قبل. فضلت فينا هيك الرعب والخوف تقريبا لنهايه الشهر الثاني، نحن هذه الفتره كانت هدول الشهور من الثاني للوقت الفحص، هدول الشهور كثير مصيريه في حياتنا. فالمفروض تكون كتير شدينا في الوقت، فصار الزلزال فما قدرنا نكمل مثل عادة فيهم. هلأ كتير نحن مضغوطين من وراء هذا الشيء. نحن هلأ بلشنا بمذاكرات تجريبية المعهد، فنحن عم نحاول نسعى وندرس ونعمل علينا مشان نحقق بس ما قبل ما نبلش مرحلة الجامعية، هي المرحلة الأهم طبعا. يعني نحن عم نحاول أنه نرفع لأسألنا وأنه ما نضيع تعبنا وتعب المعهد وتعب كل من تعب معنا. هلأ كثفنا دراسة بعد فترة الزلزال، وهلأ كمان بما أنه قرب الفحص فنحن يعني هيك من لا شعوريا منكسف دراسة أكثر. الحمد لله رب العالمين، تحضيراتنا كويسة، عم بشتغل على اللي علينا وبعدين بتوكل على الله. إن شاء الله ما بنخجل أهالينا وما بنخجل يعني أساتذتنا اللي تعبوا معنا طوال السنة. كلياتنا مرينا بأزمة الزلزال اللي هي كانت صعبة وأثرت علينا يعني أكيد، بس الحمد لله قدرنا نرجع نعوض لأنه كان في معنا وقت والمعهد ساعدنا كثير والدراسة والمذاكرات، فأهم شيء الالتزام. والله يوفق الجميع يا رب، هي سنة مصيرية كتير لازم الواحد يشتغل فيها ويتعب فيها قدر الإمكان لحتى يوصل لحلمه يعني، لأنه ما رح ترجع تنعاد والله لا يعيدها يعني. أزت النفسية شوي بس إنه رجعنا طبيعي. إيه طبعا بعد 3-4 أيام خلاص رجع كل شيء طبيعي. لحتى الآن عم نعيش الرعب، يعني أي شغلة عم تصير عم يعني عم تهزنا، صارت أثرت علي وأثرت على كل الطلاب يعني، كانت لها أثر كتير سلبي علينا يعني.